العتبة العلوية المقدسة وكيف افتتحت الفنادق ودور الضيافة لاستقبال كل الوافدين للعراق من الشعب اللبناني امتثالاً لتوجيهات المرجعية الدينية العليا. العتبة العلوية المقدسة تفتتح جميع الفنادق ودور الضيافة ومدن الزائرين العائدة لها لاستقبال المهجرين من أبناء الشعب اللبناني البطل. العنوان: النجف الأشرف، المدينة القديمة مقابل المرآب المتعدد الطوابق. مثل ما نعرف مشاهدينا أنه سيد رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني فتح أبواب العراق لاستقبال الوافدين من الشعب اللبناني بعد تعرضه للهجمة الشرسة من الكيان الصهيوني، وكيف تعرض لهذا الهجوم وهذه الحرب اللي راح ضحيتها كثير من أشقائنا من جنوب لبنان، فمنع عنهم، منع الرسوم، منع التأشيرات، جعل لهم إقامة بالعراق لمدة شهر وأيضا مدد الإقامة. فالعتبة العلوية المقدسة فتحت أبواب الفنادق والضيافة حتى تقدم كل المساعدات وكل ما يمكن أن يقدم الشعب اللبناني من الراحة، توفير الأكل مجانا، لأن نعرف أنه اللبنانيين من جايين عايفين كل بيوتهم، عايفين أهلهم وناسهم وعايفين بلدهم، وبالتالي تقوم العتبة العلوية بدور الضيافة الكاملة لاستقبال الشعب اللبناني. هذا بالنسبة للخبر الأول. الخبر الثاني أيضا للعتبة الحسينية المقدسة، دور أيضا في موضوع مساندتنا للشعب اللبناني. فممثل المرجعية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي أعلن إطلاق حملة واسعة للإغاثة ومساندة الشعب اللبناني في جنوب لبنان، و توزيع صناديق الاقتراع بالعتبة الحسينية المقدسة داخل العتبات وخارج العتبات، حتى يتمكن كل من الزائرين، من المواطنين العاديين، من توفير أو تقديم التبرعات مهما كانت بسيطة، مهما كانت يسيرة، حتى يتمكن شعبنا من مساندة أخوتنا. فالصفحة الرسمية للعتبة الحسينية المقدسة أكد استعداد العتبة الحسينية لاستضافة العوائل اللبنانية. ممثل المرجعية العليا يعلن انطلاق حملة الإغاثة الطبية والإنسانية للشعب اللبناني. أعلن ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي عن تشكيل العتبة الحسينية المقدسة لجنة عليا لإغاثة الشعب اللبناني، وفيما أكد استعداد العتبة لاستضافة العوائل المنكوبة من الشعب اللبناني، أشار إلى انطلاق حملة الإغاثة الطبية والإنسانية للشعب اللبناني، وذلك امتثالاً لدعوة المرجعية الدينية العليا. نعم مشاهدينا، أيضاً هذه الصناديق التبرعات اللي انتشرت في داخل العتبات المقدسة وخارجها أيضاً لتقديم المساندة والمعاونة والتشجيع للشعب اللبناني الشقيق. هذا خبرنا الثاني مشاهدينا لمنصة الفيسبوك. عندنا أيضاً خبر آخر، ما ننسى العتبة العباسية أيضاً لها دور في تقديم المساعدة، في تقديم المساندة. أيضاً الصفحة العباسية العتبة العباسية المقدسة، العتبة العباسية المقدسة جهزنا المواد الطبية والغذائية المطلوبة وننسق مع الحكومة العراقية لمساعدتنا في الوصول إلى بيروت. أيضاً العتبة العباسية لها دور كبير بمساندة الشعب اللبناني بتقديم المساندة الطبية الإنسانية الغذائية لمساعدة شعبنا اللبناني حتى يقدرون يتخطون هذه الأزمة، وإن شاء الله هذه الأزمة تنتهي بالنصر ويرجع الحال إلى ما هو عليه. أهلا بهم ويشرفونا ونخليهم فوق راسنا، لكن نتمنى لهم النصر، شأنهم شأن أخوتنا في غزة.